الاستقصائي نيكولا بو، على الأقل يعرفوه توانسة من خلال كتابين اثنين، نوترامي بن علي لونفير دي ميراكل التونسيان، صديقنا بن علي الجانب الآخر للمعجزة التونسية صادر عام 99، والكتاب الثاني كذلك معروف حاكمة قرطاج الاستيلاء على تونس، كتاب لا ريجون دو كارتاج، هذا صدر في 2009. إذا الموقع الإخباري هذا كما قلنا موند أفريك لصاحبه نيكولا بو يكتب تعمق الخلافات بين سعيد ومؤسسة الجيش، تعمق الخلافات بين سعيد ومؤسسة الجيش في عنوان، أنا نقروه على الموند أفريك بعنوان أنا موجود، لي تونسيون غرانديسونت أنتر قيس سعيد إلى رمي تونسيان. إذن بعد هذا التقرير سنعود عليه، تقرير سنعود عليه بالتفصيل، إلى أي حد يتجه السعيد بسياسته الصدامية تجاه المجتمعين المدني والسياسي نحو العزلة المطبقة، وإلى أي حد ستنجح المعارضة أو النخبة التونسية في فرض مناخ انتخابي تنافسي يقود لاحقا للإتاحة بسلطة سعيد أو بالديكتاتورية العائدة. من جانبها منظمة Human Rights Watch، Human Rights Watch في بلاغ صادر أمس الثلاثاء كتبت بمنع المنافسين المحتملين يدفن الرئيس سعيد ما تبقى من الديمقراطية التونسية في هذه الانتخابات، وتقول على أنه على المجتمع الدولي ألا يستمر في صمته وأن يحث الحكومة على تصحيح العملية الانتخابية المرتخة أصلا. قراءة وتحليل في الخبرين، وعودة على كذلك تحقيق معمق، مشكورين الزملاء في نواة، تحقيق حول المديونية، تحقيق حول المديونية بعنوان التداين في عهد سعيد، كل القروض مباحة إلا مع صندوق النقد، بتاريخ 16 أوت لسميح الباجي عكاز. لمناقشة الخبرين سعيد جدا باستضافة الدكتورة الوزيرة السابقة والناشطة السياسية الدكتورة سيهان بادي، وكذلك الأستاذة خلود التومي الباحثة والمحللة الاقتصادية. دكتورة سيهان مساء النور، أهلا وسهلا بك. مساء النور، مرحبا. أهلا وسهلا أستاذة خلود. مساء النور. مساء النور سي حسين، مرحبا بكل المشاهدين أينما كانوا، وسعداء جدا أن متابعة جمهورنا ماشية أكثر في اتجاه اليوتيوب. تعرفوا ما عانيناه وما نعانيه من حصار مطبق من فيسبوك على وجه الخصوص بعد 7 من أكتوبر 23، وما حصل لصفحتنا 1.5 مليون كيف تم فسخها مرتين متتاليتين، وبالتالي إن شاء الله بدينا فيه منذ شهر تقريبا أن نبث مباشر على يوتيوب، بالإضافة طبعا الفيسبوك يسمح بمتابعة حصاد 24 أينما كنت. نبدأ أستاذة أو دكتورة سيهان بادي مع تقرير لنيكولا بو لي تونسيون غرانديسونت أنتر قيس سعيد الأرمي تونيزيان، أو يعني تعمق الخلافات بين تونس سعيد وقيادات الجيش. هذا موقع معروف طبعا، أنا جايبين الخبر من عندنا نعلق عليه، والخبر مقدس والتعليق حر. سيدة سيهان شكرا. نظرا لأنه الجانب الجدي لهذا المقال يمكن أن يقرأ بشكلين. الشكل الأول أنه هذه الخلافات تبين وتبرهن من جديد أنه قيس سعيد لا يمكن أن يأمن جانب لأحد، لا يمكن أن يكون له صديق، لا يمكن أن يكون يعني عنده وفاق مع أي كان. رأينا ذلك مع المعارضة، مع الصحافة، نساء أو رجالا، يعني من كل المشارب السياسية، من كل الأعمار، من كل الفئات، من كل التوجهات، استعداهم فردا فردا. يعني في البداية كانت الدائرة ضيقة، كانت تبدو ضيقة للعيان، دائرة الناس اللي استعداهم، اللي يعتبرها يعني خونة، واللي يعتبرهم مارقين على مشروعه وعلى خطه، ولكن بالوقت اتسعت هذه الدائرة لتطول الجميع وليطول بطشه الجميع. فليس من الغريب اليوم أنه حتى ربما المقربين ليه
ولا اللي يشتغلوا معاهم شفتوا معناها احنا عندنا كل سنة تقريبا عندنا رئيس حكومة جديد، وعندنا العدد من الوزراء اللي ما يهنوش على رواحهم ويتغيروا، ما نفهموش علاش كيفاش جاوا، ما نفهموش كيفاش مشاو. فليس إذن من الغريب بهذه الشخصية العدائية، بهذه الشخصية يعني الصدامية، أنه يستعدي الجميع حتى ربما القوى الصلبة في الدولة. هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية، لا يمكن أبدا بأي حال من الأحوال أن ننسى أنه في مؤسساتنا سواء كان الأمنية أو العسكرية أو القضائية هناك أيضا العديد من الشرفاء، وهناك العديد من اللي قلبهم على البلاد، وهناك العديد من اللي لا يمكن أن يواصلوا في صمتهم، وهم يرون البلاد يعني تذهب إلى الهاوية، وهم يرون يعني التدهور ليس فقط على المستوى السياسي أو الأمني أو الاقتصادي، بل على جميع الأصعدة. وبالتالي ما تبقى من الشرفاء والنزهاء في كل المؤسسات سوف يضيقون ذرعا طال الزمان أو قصر بما يفعله قيس سعيد في الناس، في العباد وفي البلاد. وهذا يعني أمر نعم. سأعود أكثر تفصيل فقط، أعذريني أن أقاطعك لأنه مهم جدا أن أشير إلى أنه الآن بتوقيت تونس يرفع أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس ومجاورها. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب، ويرجى مراعاة الفرق في التوقيت. سنعود بك لتفاصيل دكتورة سيهام خصوصا فيما يتعلق بالمناخ الانتخابي. نذكر أنه السيد صافي سعيد المرشح الرئاسي واللي انسحب في وقت سابق صدر فيه بطاقة إيداع يقال أنه كان في حالة يعني فارم أو خارج من تونس في اتجاه الجزائر، على الأقل هذا الخبر كما سوق من النيابة العمومية، وتم إيقافه الجزائر وتسليمه لتونس، وصدرت فيه النيابة العمومية في جهة القصرين إلى القصرين بطاقة إيداع. العياش الهمامي المرشح العياش الزمال المرشح الرسمي المعلن لحد الآن تم الإبقاء عليه في حال سراح للمبحث، ولكن مديرة حملته عندها نهارين تم الاحتفاظ بها 48 ساعة، واليوم صدرت فيها بطاقة إيداع. كل هذا سنعود فيه بأكثر تفصيل دكتورة سيهام بعد قليل. نعطي كلمة